هاي جايز، كيفكم يا حلوين؟ فيديو سريع بخصوص مسابقة هذا الشعر المجاني. إذا بدكم تحصلوا على هذا الشعر يا أصدقاء، كل ما عليكم تنضموا لهذه المجموعة، في حين يا أصدقاء إنكم تربحوا الكود كمان تنضموا لهذا المال. ويا أصدقائي، بالنسبة إلى حسابات المطورة، قلت لكم إنه أنزلها لكم. هذا حسابها في الديسكورد وهذا حسابها في تويتر، إذا تقدروا اتابعوها. حبايبي، شروط المسابقة، كل ما عليك انك تكبس لايك على هذا الفيديو، وكمان تكتب اسمك في الكومنتات، اسمك في روبلوكس. عدد الفائزين بيكون 2، وقت المسابقة بيبلش من حين نزول هذا الفيديو الى الساعة 8 مساء بتوقيت السعودية، لانه بدي اسافر يا جماعة. في اصدقاء ما عندي وقت لانه بعمل لكم القرعة وهيك شيء، فالساعة 8 مساء بعمل لكم القرعة واعطيكم الاكواد. طبعا يتم تسليم الاكواد عن طريق البوت في قناتي في التليجرام، رابط البوت بتلاقوه في اول كومنت مثبت كمان، وجميع الروابط اللي ذكرتها بتلاقوها في اول كومنت مثبت. بالنسبة للناس اللي حكت عنه مبارح بالبث، بدي اوجه لها رسالة. ناس يعني هم معدودين، 1 2 3 صار يدخل من حساب الحساب، صار يعني انا عنده مشرف في البث عم بيشوف كل شيء، اوكي؟ وصار يحكي كلام انه الاكواد ما تشتغل، الاكواد هيك، الاكواد هيك، ظل يحكي هيك ليش؟ عشان يشتت افكار المتابعين، بالاضافة انه فتح الماب وصار يحكي معهم وبيقولهم لا تضيفوا هاي الاشياء لانه بقى عم تكذب. بحب اقول لكم انه كل شيء يوصلني صوت وصورة، يعني فيديو بيتصور وبينبعث لي، كمان تجيني كتير سكرينات عن كلامكم. كمان بحب أقولكم إنكم معروفين ومعدودين في الأصابع. أنت ما بتعرفني، ما بتعرف كم حساب معي، وما بتعرف شو هو شغلي، فأنت ليش تنبح من يمك ويعني مهتم للموضوع زيادة وتخسر انترنت وهيك؟ يعني النار مشتعلة في قلبك عليش؟ او عشان انه انا نجاحي افضل من نجاحك وعم بتحاول هيك تحكي وكلامك بلا معنى؟ النجاح والتوفيق من الله والمحبة من الله كمان، فانت ما بتعرف شي عني. واذا انت انه يعني انضغطت لان عم بنزل اكواد، فبدي ابشرك انه بزيدك ضغط، اوكي؟ بزيدك ضغط لان بدي اعمل اكواد كتير وهذه الايام، اوكي؟ فيا أصدقائي، كل ما عليكم انكم تضغطوا على زر اللايك وتشتركوا في القناة، لأنه هذه الفترة بنزلكم عناصر مجانية عن طريق الأكواد. وبس والله يا حلوين، أتمنى لكم كل التوفيق، وكتبوا أسماءكم في الكومنتات، إن شاء الله تفوزوا معي. كانت معكم نوبة، دمتم في أمان الله، ومع السلامة.